طيب خليني اقول لك بالتحديد، احنا موجودين امام الفندق اللي بتقيم فيه بعثه النادي الاهلي ببريتوريا بجنوب افريقيا، وبالتحديد احنا امام متحف القصر الرئاسي، وده احد المعالم السياحيه هنا ببريتوريا. وبريتوريا احد المدن الهامه واللي هي العاصمه الدبلوماسيه لجنوب افريقيا. زي ما اتكلمنا هي بتحتوي على يعني الكثير من المناطق السياحيه، يعني اهمها بروكلين وسانسايد. سانسايد اللي بتقع فيها مقر السفاره المصريه، وايضا حديقه الحيوانات الوطنية بجنوب افريقيا. مكان اكثر من رائع، زي ما اتكلمنا زميلي محمد مرارا وتكرارا على هذا الامر، وانتقاء واختيار فريق النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي لهذا الفندق لاقامه بعثه النادي الاهلي. زي ما قلت لك احنا يعني امام الفندق، هذا هو المتحف لمتحف القصر الرئاسي ببريتوريا. جنوب افريقيا بتحتوي على تسع مدن، اهمها جوهانسبرج وكيب تاون وبريتوريا. يعتبر اكثر المدن اللي فيها تواجد للمصريين جوهانسبرج وبريتوريا وكيب تاون. خلينا اطمنك ان توافد يعني جماهير النادي الاهلي من كل مكان، ومن الجاليه المصريه والعربيه من كل مكان لمؤازره ومسانده النادي الاهلي. الجميع بيتجمع النهارده في بريتوريا من اجل يعني الذهاب خلف النادي الاهلي غدا الى استاد لوكاس موريبي لمسانده ومؤازره النادي الاهلي. لو هنتكلم زميلي محمد عن تفاصيل اليوم، هنقول تفاصيل كتير. خلينا نبداها مع صباحا والمؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، اللي قال الكثير من الامور في المؤتمر الصحفي، وتحدث عن اهميه اللقاء، وانه دايما ما بيحبش ينظر للماضي. يعني مباراه الذهاب بالنسبه له خلاص هي اصبحت مباراه في الذكريات، حقق فيها الفوز والانتصار بهدفين، ولكن هو بيركز على المستقبل وبيبص على اللقاء القادم امام فريق سان داونز في معقل فريق سان داونز ببريتوريا باستاد لوكاس موريبي. قال اللقاء الماضي ده كان خلاص لقاء في الذكريات، حققنا من خلاله هدفين، اعتقد هيدونا افضليه في اللقاء العوده، لكن احنا تركيزنا ان شاء الله ان احنا نفوز في لقاء العوده ايضا ونقرر نفس الفوز. سئل مستر ريني فايلر ايضا عن يعني تقييمه لبطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام، وشايف المستويات وشايف يعني طموحه. قال انا قدري ان انا يعني قدرنا ان احنا وضعنا في فريق دائما وابدا يعشق البطولات وجماهير لا تشبع من البطولات، ده قدرنا ان احنا بنتولى مسؤوليه هذا الفريق وهذه الجماهير التي لم ولن تشبع من البطولات، وقدرنا ان احنا دائما ان احنا نحقق البطولات لفريق النادي الاهلي. اعتقد البطوله بطوله قويه جدا، لكن انا طموحي ليس مباراه فقط، انا طموحي البطوله اللي هو اعتقد نفس الطموح اللي مرتبط ما بين كل فرد بينتمي الى النادي الاهلي. تحدث ايضا عن اللقاء وعن ان ممكن تكون الاوراق مكشوفه ما بينه وما بين بيتسو موسيماني، الاوراق او الاهلي كتاب مفتوح وسان داونز كتاب مفتوح للاهلي. مستر ريني فايلر قال انا يعني ما يهمنيش مين اللي يلعب، انا اللي يهمني انا هلعب ازاي. ودي من النقاط اللي كان مستر ريني فايلر حريص جدا ان هو يعني يبرزها للاعلام. قال انا يعني انا بالنسبه لي اي 11 لاعب يكونوا موجودين في الملعب هم اللي هيقدروا ينفذوا الفكر بتاعي ويقدروا ينفذوا طريقه اللعب اللي احنا بنلعبها ازاي. ايضا كان هناك حديث لرامي ربيعه، وتحدث رامي ربيعه عن اهميه اللقاء ودوره كواحد من اللعيبه الكبار في النادي الاهلي، وقال انه دايما الاحاديث ليست مقتصره على المجموعه الموجوده هنا في بريتوريا، سواء وليد سليمان، احمد فتحي، محمد الشناوي او رامي ربيعه ومجموعه اللاعبين، قال ولكن الحديث بيمتد ايضا والدعم بيجي لنا من اللعيبه الموجوده في القاهره سواء حسام عاشور وشريف اكرامي. واعتقد ده شيء مش جديد على النادي الاهلي زميلي محمد، ده اللي احنا متعودين عليه من كل افراد ولعيب النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي. عايز اطمنك ايضا يعني على الحاله الفنيه، يعني عقب الانتهاء المؤتمر الصحفي والتحدث الى هذه الامور، يعني ايضا من الامور برضو اللي سئل عليها مستر ريني فايلر عن الاحاديث مستر بيتسو موسيماني، وانه دايما بيتكلم بيقول ان احنا بنلعب النادي الاهلي في الوقت الغلط، وانه دايما بيشيد بالنادي الاهلي وارقامه مع ريني فايلر، وايضا حديث وسائل الاعلام في بريتوريا عن قوه النادي الاهلي واحترامهم للنادي الاهلي، وان النادي الاهلي جاء الى بريتوريا من اجل الصعود والتاهل. فمستر ريني فايلر قال انا دايما يعني ما بحبش التفت كتير للاعلام، لان انا بعتبر ده نوع من انواع الحرب النفسيه او الضغوط النفسيه، لكن احنا بنركز في طريقنا وبنكمل مشوارنا. عقب انتهاء المؤتمر الصحفي كان الاجتماع الفني الخاص باللقاء بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادل والكابتن ماهر عبد العزيز والدكتور عبد
عمرو محب مترجم النادي الاهلي اللي كان موجود ايضا في الاجتماع الفني، وتم تحديد الاتفاق على النادي الاهلي هيرتدي الزي الرسمي والزي الكامل للنادي الاهلي والقميص الاحمر للنادي الاهلي، بينما صن داونز هيرتدي ايضا الزي الرسمي والرداء الاصفر لفريق صن داونز، وتم الترتيب على كافه الامور. يعني عقب الاجتماع الفني كان ادى لاعبي النادي الاهلي صلاه الجمعه هنا في فندق الاقامه بحضور كافه اللاعبين وحضور الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق انديل وكل افراد بعثه النادي الاهلي، والجميع تمنى وتعاهد ان شاء الله على ضروره احراز الفوز والعوده الى القاهره حاملين تذكره الصعود الى الدور نصف النهائي. كان مران الاهلي الاول على الاستاد لوكاس موريبي، اللقاء الاول يعني المران الاول والاخير في تمام الساعه 3 عصرا على استاد لوكاس موريبي. استاد لوكاس موريبي تم مران قوي، بدا في تمام الساعه 3 عصرا، بدا مستر توماس بجزء بدني مع اللاعبين، ثم بدا مستر ريني فايلر طبعا بعد ما تفقد ارضيه الملعب والجهاز الفني تفقد ارضيه الملعب بالكامل. مستر ميكيل يانكون اختص حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير بتمرين اكثر من رائع ايضا كل اللاعبين، ومستر ريني فايلر بدا ان يعني المران قوي جدا للاعبي النادي الاهلي. اختتم مستر ريني فايلر مران النادي الاهلي بالتدريب على ركلات الجزاء، يعني كل اللاعبين النهارده اتمرنوا على ركلات الجزاء، ويعني نقدر نقول كان في تالق واجاده من الشناوي وعلي لطفي، وكان ايضا في تالق من بادجي ومرام محسن واليو ديانج ووليد سليمان وقفشه وجيرالدو وكافه لاعبي النادي الاهلي ومحمد هاني واحمد احمد فتحي وايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وكل اللاعبين ورامي ربيعه، الجميع تالقوا في ركلات الجزاء، ودي كان من الامور اللي كان مستر ريني فايلر حريص عليها. لكن احنا ان شاء الله نتمنى ان المباراه ما توصلش لركله الجزاء والنادي الاهلي يواصل طريقه الى مباراه النصف النهائي ومن ثم المباراه النهائيه. خليني برضه اقول لك زميلي محمد عن حديث وسائل الاعلام هنا في بريتوريا عن اللقاء وصدى اللقاء. يعني خرجت النهارده بعض الصحف في بريتوريا وسائل الاعلام تتحدث عن ضروره اسقاط النادي الاهلي وضروره الفوز على النادي الاهلي، يعني الثلاثه صحف الشهيره سواء ذا ستار او بريتوريا دي او بريتوريا او بزنس دي وبريتوريا نيوز تحدثوا عن اللقاء، ويعني بعض العناوين هل بيتسو موسيماني يحسن التدبير ام هيبحث عن البدائل. يعني ده كان احد المانشيتات اللي خرجت بيها صحيفه بريتوريا نيوز لما قالت هل بيتسو موسيماني يحسن التدبير ام يبحث عن البدائل في ظل النادي الاهلي له الافضليه له الاسبقيه بالفوز بهدفين في استاد القاهره. وقالوا ان النادي الاهلي لما يعني من النقاط اللي عملها النادي الاهلي ان هو جاء الى بريتوريا وجنوب افريقيا بالتحديد بريتوريا مبكرا من اجل التاقلم مع الاوضاع، وقالوا ان الهدفين اللي احرزهم النادي الاهلي في مباراه الذهاب هيصدروا عامل ضغط كبير جدا على فريق صن داونز. ايضا من الامور المهمه ان اليوم تم تجديد تعاقد كابتن فريق صن داونز كيكانا، اللاعب اللي تم تمديد عقده وصاحب ال 34 عام تم تمديد عقده لمده 4 سنوات، وكان نوع من انواع يعني رفع الروح المعنويه لكابتن الفريق انه يقدر يتكلم على اللقاء ويبعث في اللاعبين روح التفاؤل ويكون قوه دفع لفريق صن داونز. لكن يا زميلي محمد خليني اقول لك ان الامور بالنسبه لفريق النادي الاهلي الامور مطمئنه تماما. النهارده كان يعني من النقاط المهمه جدا برضو من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي عايزين نبرزها كان حضور السفير العراقي ببريتوريا الى مقر اقامه بعثه النادي الاهلي بصحبه المعالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه. لما علم بوجود بعثه النادي الاهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب اصر على ان هو يتوجه الى بعثه النادي الاهلي ان هو يصافح اللاعبين ويصافح الكابتن محمود الخطيب وجلس مع الكابتن محمود الخطيب. ده من الامور المهمه جدا من المعالي السفير العراقي بصحبه السفير شريف عيسى. كافه الترتيبات تسير على قدم وساق، الجميع هنا يتعاهد الجميع يتفاعل بإذن الله لتحقيق الانتصار على فريق صن داونز.